يعتبر فطر الريشي ملكا للأعشاب والتداوي الطبي الذي غيب عن معارفنا رغم قدمه وقدم استخدامه، فهو من أبرز أنواع الأعشاب بمزاياها الخارقة ويحظى بأرفع مكانة في عالم الفطر. إنه فطر استثنائي بخصائص علاجية رائعة ويحمل فوائد كثيرة لجسم الإنسان. إذن كلنا ياسين نتساءل شو هذا فطر الريشي؟ أكيد بتجاوبنا عن هاي الأسئلة وأكثر الدكتورة نادية الموسوي أخصائية التغذية. أهلا وسهلا بك. يا هلا. فطر الريشي أكيد الجابانيز أو ياباني، يعني مبين من اسمه. يا ريت تعطينا مثلا نبذة عنه، عن تاريخه، عن اكتشافه في آسيا إلى ما هنالك. نعم طبعا، فطر الريشي هو الجانوديرما، اكو انواع منه، بس النوع اللي اليوم نحكي عنه هو النوع اللي جانوديرما لوسي دومي يسموه، اللي يكون لونه من داخل بني على احمر، اكبر شويه من فطر العادي، ومن برا يكون بيج او الى ابيض يروح. طبعا الصينيين، خلينا نقول الجابانيز اليابانيين والكوريين، يعرفوه من 5000 سنة قبل، وهو ينشأ على جذع الأشجار اللي تكون جدا كبيرة بالعمر، غابات جدا كثيفة لازم تكون، والتربة مالتهم تساعد على هذا النوع، النمو مال هذا النوع من الفطر، وإلى فوائد جدا جدا عالية. نحكي من يدخل طبعا حسب البحوث المجهرية اللي صارت مؤخرا، يحتوي على 300 عنصر من عناصر اللي الجسم يحتاجه، فعلمت هذا نسميه ملك الأعشاب. بالفعل يعني من كان يخطر في باله أن هاي الحبة الصغيرة ممكن تحتوي على 300 نوع من المواد التي يحتاجها جسم الإنسان؟ يمكن ليس هناك ما يقارنه، صح؟ في مواد غذائية أخرى تحمل نفس الصفات؟ في مواد غذائية أخرى، ولكنه هذا الشيء اللي جدا مهم فيه، اللي يقدر يعني يفرقه من بقية النوع من الفطر، هو لأنه يحتوي على، عشان لونه يحتوي على البيتا كاروتين، يحتوي على مواد ضد الأكسدة، فهذا الشيء اللي يسوي أنه يفرق عن بقية الأنواع من الفطر. وطبعا له فوائد عدة، نقدر نحكي من الفوائد مالته اللي هو ضد السرطان، خصوصا سرطانات البروستات والثدي، لأنه يقوي المناعة، ضد بعض الأمراض الجلدية أو يعالج بعض أمراض الجلدية، خصوصا حب الشباب واحد منهم، يزيد خلينا نقول أو يرفع المناعة مال الجسم، فيعني هم يأخذوا في الصين خلينا نقول ضد الإنفلونزا، أو الشخص اللي مثلا يأخذ زكام، أو حتى يكون عنده بعض الحساسيات اللي تكون حساسيات التنفس مثلا، أو الأزمة مثلا، أو عنده مشاكل تنفس الشخص مثلا، عنده مادة اللي فيها اسمها الأدنوسين اللي موجود بس بهذا النوع من الفطر، اللي يقدر يسوي وقاية من أمراض القلبية، لأنه